السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال لاكوزين. اليوم نعمل لكم اللحم بالبرقوق. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا 2 كيلو ديال اللحم و 120 مليلتر ديال الماء، وعندي هنايا 60 مليلتر ديال زيت العود و 60 مليلتر ديال زيت الشمش، معلقه كبيره ديال ملحه، 2 تومات، ونص معلقه صغيره ديال الزعفران الحار، 7 حبات حب الهيل، وعشقه ونص صغيره ديال السمن. الا تتعجبكم السمن بزاف تقدروا تزيدوا. عندي هنايا معلقه صغيره ديال قصبر كارم طحون، نص معلقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق صغار ديال خرقوم ولا كركومه، 2 معالق صغار ديال بزار، وجوج معالق صغار ديال سكنجبير، وعندي هنايا شويه قصبر والمعدنوس، وربعة حبات ديال بصله كبار. هاد المقادير ديال اللحم. وبرقوق عندي هنايا 250 غرام، تقدر تزيدوا ولا تنقصوا، وجوج معالق كبار ديال العسل، تقدر تعملوا السكر في بلاصه ديال العسل، وواحد معلقه صغيره ديال قرفه، و 300 مليلتر ديال الماء. وباش نزوق فيها برقوق، عندي هنايا شويه ديال زنجلال، وعندي هنايا شويه ديال اللوز باش نزوق بها، تقدر تعملوا اللوز والبيض، المهم اللي بغيتو. المهم هذه المقادير ديال اللحم بالبرقوق، تبعوا معايا الطريقه كي غنوجدوا. باش نشرموا اللحم، الاول على الاقل خاصها تخليوها شي ساعه باش يطلق في الليل، والغد اللي تجي عاد حسن باش يطلق فيها هذاك العطور. بالنسبه للعطور اللي غنشمر فيها دابا اللحم، عندي هنايا ندير هذاك الملح اللي قلت لكم معلقه كبيره، والسمن، وجوج تومات، وزعفران الحر، وهذا نخليهم في الاخير، ما نديروش معاه. 120 مليلتر ديال الماء، والعطور، وقصبر، والمعدنوس. انا علاش نستعمل الماء ما تنستعملش الزيت؟ الا استعملتو الزيت هذاك العطور ما تدخلش في هذاك اللحم. الماء لا، الماء تدخل في الماء، وداك العطور تدخل في هذاك اللحم، وتعطيك المذاق اللحم مزيان. المهم دابا ندير في هذا اللحم ونشرملو. هيا اللحم ديالي خليته يطلق مزيان، خليته اكثر من ساعه يطلق باش يدخل في داك العطور. دابا درته في قبيله كبيره ونقليها غير شويه باش يتبدل غير اللون ديال اللحم، من تما ندير فيها فوق منها البصله ونخليها يطيب على خاطرو. نقصوا العافيه ديالكم تقريبا كله، وخليها يطيب على الاقل ساعه، ساعه ولا ساعه ونص، المهم تبقاو اللحم ديالكم طاب. هذه تجي اللحم واعره الا طابت على خاطرو، وتطلق هذاك الروا بلا ديرو الماء، بلا تزيدوا الماء، غير راسو تطلق هذاك الروا، هذيك تجي بنينه بزاف. المهم تبعوا معايا، انا داك اللحم خليته في قميله باش ماشي غيطيب، غير يتبدل شويه اللون ديالو كيف قلت لكم. تما ندير فيها البصله، انا درت على القفاله فوق منها باش ديك الروا وداك الماني فيها يبقى فيها داخل ما تحيدش. دابا زيت كسرونه صغيره، تما ندير فيها هذاك البرقوق، برقوق غسلته شويه. حنايا عندنا هنايا برقوق ما تحتاج يطيب بزاف، ماشي بحال في المغرب، في المغرب تيكون قاسح. دابا البرقوق نديرها مع داك الماء والعسل والقرفه، ونخليها يطيب. ما غيطيب هذاك البرقوق نحيدو هذاك الماء اللي طاب فيها، نديرها مع اللحم وتجي واعره. المهم تبعوا معايا.
انا داك البقوق دابا خليته يطير، رجعت عند اللحم، اللحم نقلبه كامل هكا ومن تما نخليها واحد دقيقه ولا جوج يطيب حتى من هنايا شويه، ومن تما نديرو البصله. المهم تبعوا معايا دابا اللحم قلبته، ندير بصله والزيت وها هاد الحبيبات. علاش الزيت خليته في الاخير ما عملتوش ديريكت مع اللحم في الاول؟ كيف قلت لكم في الفيديو الاول، الا عملت الزيت مع داك العطور داكشي ما تيدخلش مزيان في اللحم، علاش خليت له الزيت في الاخير. دابا تبعوا معايا. يعني درت فيها اللي بقات، دابا ندير عليها قفاله ديالها ونخليها يطير على خاطرو، نقولوا ساعه حتى ساعه ونص ونرجع لكم ان شاء الله. ها البرقوق طابط رطبه دغيا تيطيب، كثر البرقوق ديالها ولا لا ما قاسحش بزاف. دابا نحيد هذاك البرقوق ونخلي داك الماء اللي فيها نخليها يطيب عاد شويه، يزيد الطياب ديالو تتولي معسل. المهم تبعوا معايا. اللحم خليته قريب من ساعه هو تيطيب، هو بقى دابا دخل فيها شويه ديال الطياب، شويه راطب لكن باقي خصو شويه. هذاك الماء باش اللي طيبت فيها البرقوق خليته يطيب تيتقسح ليا شويه، ولات لي عندي 70 مليليتر ديال داك الماء، وداك 70 مليليتر ديال الماء نديرو هنايا ونخلي اللحم يطيب شويه على خاطرو باش يدخل فيها داك المذاق يجي شويه حلو. المهم تبعوا معايا. ايا اللحم بالبرقوق وجدات، ملي عملت فيها هذيك الماء ديال البرقوق خليته هكاك على خاطره شي نص ساعه يكمل الطياب ديالو، واللحم جات راطبه واعره بزاف وبنينه وحلوه. ونقول لكم بالصحه والراحه، وما تنسوش تعملوا لايك ابوني وبارتيجيو فيديو، ونتلاقاو الفيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.